رجعنا من فقرة دبرنا ما دبرنا، اش دبر علينا معلمنا. وفات ندبرت علينا وصفة حلوة برشا اللي هي خبز البرقدان، وحاجة سهلة وحاجة الناس الكل ينجموا يعملوها في هذا الفصل. ما ينجم يكون في فصل الشتاء، فات ما ينجم يكون كان خبز البرقدان اللي هي أكيد متوفر ونعمة أك الثمرة المزيانة هذيك. بربي نعم، شدوها، شوفوها، شوفوا لونها، شموا ريحتها، حلوها، شوفوها هي هي كيفاش من سمزينة، برا، هي كيف كيف سمزينة. يعني لونها برتقالي، على لكن من البرتقالي يا داخل سي هما الخير، كيفاش البرتقالي هو لون احمر واصفر، واللي هي هذه الوان حاره، واحنا في فصل الشتاء. شوف برد اجى نطلع نقاو الرساله اللي قالتها لنا الدفء بكري ياسمين، الدفء الدفء، معناها باش نحاولوا باش نشعروا بالدفء من خلالك الالوان هذيك نتاع نعم يا البرتقال. ريه. والبرتقاله غنيه فيتامين سي، نشاط، نعم الوغ كو في نعم برد البدن يبدا نعم من متكاسل الله سبحانه يعني على وتعالى. بشي هذا الشاي بعده. فات ان انا جاتني اشاره في البرقدانه، اي شفت كي ترى البرقدانه، البرقدان كله كيف كيف في المنظر يا دكتوره، هكا اي، ولا لا اما كله كيف المطعم كيف، يفرق. اما لكن المطعم اي يفرق. فما سبحان تحكمش الله، على الامور بالظاهر، حتى الساعه اكيد تشوف عالقلوب. وحتى تقشر وحتى تذوق وحتى تتعامل مع الانسان، ثم بعد ذلك احكم. يعني الحكم الا لله، ما نحكموش بالظاهر. يلا يا فاتن، مش تحكي لنا على السر بتاع الخبزه المزيانه؟ والله السر راهو يجي نقول لك مقولة الحب شوية، إبداع برشا بالحب. حب وبرشا حب معناها برشا إحسان، مانا متفاهمين. يعني هي خبز برتقال شكون ما يعملهاش؟ يا با بلو سامبل، معناها شيء ما فيها، لا المكونات نتاعها سهلة، مش غالية، ما تطلبش برشا وقت. أما هاكا واحد يحط ساتوش هكا مول مزيان، زينة، ريت هذيك الزينة اللي من فوق سي دي فوي دوغ، كيف كيف راه ماهمش غالي. أما توجور إتيل إفوا أفوار ليدي باش تزين هكاكا. كيما زين خبزة الدرع نتاع الجمعة اللي فاتت، كيما خبز الدرع. يعطيهم الصحة مشاهدينا اللي تفاعلوا في الخبزة وعجبتهم الروسيت وطريقة التقديم، حاجة هاي. بنينة برشا. انا نقول ديما لي روسيت الناس كل تعمل، اما زيد ما هو العين تاكل، ومعناها تدلل عائلتك ولا حبيبك ولا انتوراج نتاعك حاجه مزيانه. دلل نفسك، انا اول حد راني نعم. ندلل نفسي مش ندوها فين ومش باش ناكلها، ندلل نفسي انا خاطر كي نبدا نزين فيها ونعم فيها متعامله كيف هذيك الشيختي نجم ما نذوقيش، وما اما انا هذيك كيفي، دونك نعم كيفي، ندلل روحي وبعد ندور الانتوراج نتاعي، مول مزيان، شويه ديكور وكل الحاجه، معناها لا بلو سامبل تولي ماخذه رونق وماخذه شيء كبير. يا فاطمه انت تعمل خبز البرقدانه؟ تعمل خبز البرقدان ولا لا في الدار؟ نعم. اي نعم، كيف ما الروسيت نتاع فاتن تقريبا، والا يعني مغايره ولا؟ والله ما نعرفش الحقيقه الروسيت بتاع فاتن، ما مش تبعتش عملتها. عنق ديك في الواحد يعني يعني شنو هو السر فيها خبز السر اللي البرقدان؟ عجبني في الروسيت بتاع فاتن كما قالت اختنا يسرا، على الاقل اللي شفت هو معنا فما ميلونج ولا ان مارياج اونتر دو كولور، اللي هو الاحمر والاصفر، فهي حبت ترجعنا للاصل، للاحمر والاصفر. هكا الاحمر هكا الاصفر، وعطاتنا الاصفر افكتيفمون، ومن بينهم هيك الميلونج هذاك اللون، فسبحان الله من الفوق ستون كريم فوقانيه. وهذيك هذاك الجانب الابداعي، اي معناها تعمل خبز برتقال سامبل، مش لازم تعملها شحور سامبل، تنجم تعملها حاجه. وتوا راهو بالانترنت كما يقولوها، اللي انتر كيمي اللي عيني فيه ما توريه، انت تدخل الانترنت تشوف البلاوات الكل وما تشوفش حاجات تنفع. هنا ندخل ناكل الانترنت، نشوف لي روسيت، ناخذ لي زاستوس، نعمل خبز الجاتو سامبل، ونشوف اون كريم هكا تزين. كريم شنو؟ هما يسميوه ان اورانج كورد، معناها سيت اون كريم اورانج. ايه ا باز دو عصير برتقال، تعمل جو دورانج، في تيب شويه نشي وسكر وفص عظمه، وعلى البارد كي تهبطوا تزيدوا شويه زبده، يولي كوم اون سورت دو كريم. اما يلزمك معناها الحكمه تخليها جاريه، تحبها عاقده تعملها عاقده في حاجه اخرى، فهمت؟ باش تعملها حشوه من الداخل ولا الكل، تحبها هكا معناها انا باج احنا نقولوا من الفوق تجري. هذوما استوس للا فاتن، مش لله فاتونية يزدي. دكتورة أنت تخدم، نعرف وقتك يعني معناها ما شاء الله، وعندك صغيرات وعندك عائلة، تعمل أكيد حاجة حلوة في الدار. أنا تعمل. والله ديما نحبذ، نعم أنا بابا ما عنديش وقت، ولكن نحبذ ديما حاجات. أنا بدي ولا ما عندي وقت بكل، أما الأورغانيزاسيون كل أنا حاجات كي بلاش سكر ولا نحب كل شيء صحي صحي صحي، لأن أنا حق ما كلتي من الصحي مضطرة تحط السكر نحب السكر بون، حتى لما نحط السكر ابيض نحط سكر بران، اما هو كيف ما كيف يساعدش سكر الناس الكل، خاطر
غالي زيد. غالي خاطر غالي. هو الكوجينه سهام تحب شكون اللي يحبها. اي نعم. ويتفنن. كل حاجه انت تعطي تعطيك. يعني اي حاجه انت تحبها تتفنن فيها. نعم. ثم الكوجينه ليها ناسها. نعم. ولا كل دومين كما قالت سهومي. ناس كل ناس. الكوجينه هي ناسها تو والقران زاد. عنده ناسه. عنده ناسه يقراوا الناس الكل، اما اللي علم زاد ربي سبحانه يستر. لا ناس كل ناس قران، اما فما عبيد ما شاء الله. ان شاء الله يجعلنا من خير. يجعلنا منهم ناخذوا منهم زاد. ان شاء الله. نعم. تحبوا تذوقوا ولا تحبوا. نعم ذوقنا طبعا يا فاتن طبعا ذوقنا باش نشوفوا باش نعطيوك عدد. تعطيو النوت من توا باش من بعد قولوا لي. على كل حال معناها من اجتهد واصاب. له أجران. له أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. فنحب نقول للعائلة كل أم تعمل مجهود، ولا حتى الراجل زاد كيف كيف ساعات البو هو اللي يعمل مجهود ويحاول يعمل حاجة ويطيب حاجة، فحتى كان جيت نص نص يعني نشكره عليها ونقول له أحسنت. نخليكم تذوقوا الجاتو بتاع فاتن، ربي يبارك لك يا فاتن. غذاء النفس حكيناه في الطب مع الدكتورة أخصائية نفسية، غذاء الجسد هنا باش ناخذوه، وغذاء الروح باش ناخذوه في فقرة تعز على قلوبنا برشا اللي هي أحسن القصص، حتى ناخذ فيها إن شاء الله تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم. نرجع مع فقرتنا أحسن القصص. الله يعيش النساء.